وللمزيد من التفاصيل الميدانية معنا على الحدود السعودية اليمنية موفد العربية محمد العرب. محمد أهلا بك. كما تعلم بأن الحدود السعودية اليمنية تمتد لمئات الكيلومترات من سواحل البحر الأحمر غربا إلى الكثبان الرملية في الربع الخالي شرقا، أين تقع بالتحديد وكيف هي الصورة لديك؟ محمد، موجود الآن أنا في نقطة تماس، سننقل لكم الصورة إلى الجبال. هذه الجبال هي جبال يمنية، يعني نحن على بعد أقل من 500 متر عن الجبال اليمنية، وعلى الشريط الحدودي هناك تمركز لقوات الجيش السعودي وحرس الحدود. نحن في نقطة مركزية، هذا الجبل يسمى جبل النار وهو في اليمن. أيضا الزميل المصور سعود سينقلك إلى حالة التأهب الموجودة في الجيش السعودي والحرس الحدود، هنا نقطة مشتركة. ومن ثم يعني أريد أن أنقل لك بعض ملامح المكان. هنا قرية تدعى الخادمة، هذه القرية في 2009 تم إخلاءها يعني ونقي وتعويضهم ببيوت داخل يعني داخل الأراضي السعودية. هذه القرية بالتحديد يعني تقع على الشريط تماما، ينقلك الآن المصور سعود إلى قرية الخادمة. هذه القرية هي أطلال، لا يوجد فيها ناس، وهي يعني مهجورة من 2009 والشريط وتقع نهايتها على الشريط الحدودي تحديدا. نعم، لا توجد هنالك اشتباكات بمعنى كلمة اشتباكات، لكن هناك حالة تأهب للنقاط الثابتة والنقاط المتحركة سواء للجيش السعودي أو حرس الحدود للرد على أي مصدر نيران يستهدف تلك النقاط. يعني قبل قليل كان هنالك اشتباه في جسم متحرك تم معالجته بإطلاقتين يعني ناريات، ومن ثم يعني لم يكن هنالك داعي لأكثر من إطلاقتين لحسم الوضع لمعرفة حقيقة تحرك هذا الجسم. طبعا هذه النقطة التي نحن فيها يعني أكرر أقرب نقطة تصلها وسيلة إعلام يعني توثقها. نحن بالضبط على الشريط الحدودي، نبعد عن اليمن 500 متر الأراضي اليمنية. الجبل اللي يظهر خلفنا هو جبل يدعى جبل النار، وهي سلسلة جبال نصفها يقع في اليمن ونصفها يقع في الأراضي السعودية. نعم محمد، فقط نشير إلى أن السلطات السعودية ومنذ العام 2009 عند المناوشات التي وقعت مع الحوثيين على الحدود اليمنية السعودية قامت بفرض شريط خالي من السكان ومن القرى السعودية. نعم. يمتد لكيلومترات، وذلك حرصا على سلامة المواطنين. أنت الآن تتواجد في المنطقة الجنوبية في منطقة جازان تحديدا المحاذية لليمن على المناطق الحدودية، كيف رصدت الحالة الطبيعية وحركة المواطنين؟ نحن الآن بعد الشريط بعد السياج الحرس يعني الحرس الحدود. قبلها كنا نقوم بجولة في مركز القفل، ذهبنا إلى أكثر من قرية، قرية شعب الدهمان، المقلة، الحجلة، هذه القرى كلها قمنا بزيارتها في طريق وصولنا إلى هذه النقطة. يوجد 23 ألف نسمة يسكنون في هذه القرى 41، بينهم 2000 يمني. صورنا كثير من اليمنيين ومجالس اليمنيين المقيمين هنا الذين يعيشون حياة طبيعية جدا، وأخذت بعض التصريحات التي ينتهجها الإعلام الحوثي أصبحت مادة للسخرية والتندر في مجالس اليمنيين المقيمين هنا في هذه القرى الحدودية أو قرى الشريط الحدودي. الوضع آمن تماما في مركز القفل والقرى 41 التابعة لها، لكن نحن تقدمنا أمام إلى نقطة تماس فقط لكي نوصل للمشاهد فكرة الوضع هنا. يعني هذه الأراضي هي أراضي أمنية
لا يتواجد في، يعني من الصعب جدا اختراقها مع وجود النقاط الثابتة والمتحركة والكاميرات الحرارية بالإضافة إلى المناظير الليلية، ومع دخول الأباتشي على خط المواجهة بشكل طلعات يومية وعلى مدار الساعة، فهذا الشريط من الصعب جدا اختراقه للوصول إلى أقرب نقطة من حيث نحن مركز القفل. نعم محمد، شكرا محمد العرب. إذن تأهب على الحدود السعودية اليمنية في مواجهة أي محاولات محتملة من الحوثيين لتشويش أمن واستقرار تلك المناطق. شكرا لموفد العربية محمد العرب.